يكون بعد نهاية هذا الشوط مباشرة، حيث أعلنت قبل قليل ومنذ لحظات انطلاقة شوط جديد، الشوط الخامس الخاص بالقعدان المحليات الأصائل الثنائية التي تنطلق بمسافة 6 كيلومترات. نتابع مقدمة هذا الشوط، نسير مع إعطاء تفاصيله. المركز الأول مخلاب سهيل بن سليم بن حربي العامري من يتقدم ويبدأ هذه الانطلاقة مع المقدمة. ننتقل إلى المركز الثاني، الموج الصغير بن محمد بن سيف المنصوري، بينما ربدان يأتي في المركز الثالث. مبارك بن حمد بن عود العامري من يقدم انطلاقة ربدان على المركز الثالث. مباشرة إلى المركز الرابع، هذا هو مخزون حمد بن ضعيب بن حمد بن غدير الاكتبي يتواجد في المركز الرابع. بينما المركز الخامس سلهود ينطلق في المركز الخامس لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مباشرة إلى المركز السادس، مرزام يتواجد في المركز السادس. عمير بن سيب بن معضد المشغول هو من يحتل المركز السادس. المركز السابع شاهين راشد بن حمد بن سيب الأصلي الشامسي. بينما المركز الثامن تدخل في هذه اللحظات مهذب لياتي في هذه الانطلاقة، وهذا بحر طامي حمد بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي ياتي في هذه الانطلاقة في المركز الثامن. المركز التاسع مريع لمحمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري. والمركز العاشر يتقدم فيه سراب حمد بن محمد بن فهد بن بيشان العقمي. هذه العشر المراكز المتقدمة من القعدان المحليات الأصائل لياتي الكل بهذه السلالة العريقة، سلالة المحليات الأصائل، منطلقا في هذا المهرجان. العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى المركز الأول بعدما أكملنا النداء الأول للعشر المراكز المتقدمة. نعود من جديد إلى مقدمة هذا الشوط، إلى من غير النتيجة واستلم الصدارة. هذا ربدان يقود القعدان. مبارك بن حمد بن عود العامري يتقدم الشاعر لياتي ايضا بوجود ربدان على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الموج يتقدم، الموج يتواجد بمنافسة ربدان. الصغير بن محمد بن سيف المنصوري هو من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث مخلاب يتحرك لسهيل بن سليم بن حربي العامري، ولكن الدخول السريع، الدخول السريع والتغيير السريع إلى المركز الثالث من خلال وجود أيضا مخزون حمد بن ضعيب بن حمد بن غدير الاكتبي ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع أيضا يتقدم مشاهدين الأعزاء، مخلاف في المركز الرابع سهيل بن سليم بن حربي العامري. بينما المركز الخامس هذا سلهود وشعار بو سعيد المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتواجد ايضا في المركز الخامس خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الابداع. بينما المركز السادس ابناء ميدان التراث يتقدم عمير بن سيب بن معضد المشغوني لياتي ايضا بحضور مرزام، خذ المركز السادس. المركز السابع التدخلات السريعه بالانطلاقات المثيره لوجود هذه الاسماء، شاهين راشد بن حمد بن سيب بن الاصلي الشامسي يتواجد في المركز السابع. اسماء قويه قادمة من القعدان المحليات الأصائل المنطلقة في هذا الشوط والمتجمعة أيضا في المجموعة الخلفية لهذا الشوط، والكل يراقب الثاني. متى سوف يكون التحرك في الأمتار الأخيرة في هذا المهرجان القالي على قلوب الجميع؟ نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى من قاد الشوط بالتبادل الثنائي، بالتبادل الثنائي. هذا الموج غير الموج واستلم صدارة هذا الشوط. الصغير بن محمد بن سيف المنصوري ياتي مع مقدمة هذا الشوط، يتواجد ايضا على المركز الاول. بينما ربدان ياتي في المركز الثاني ليتحرك الشاعر بمشاركة ربدان في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. مبارك بن حمد بن عود العامري ياتي بوجود ربدان ليكون المنافس لموج حتى الان على صدارة هذا الشوط، ولكن اقتربوا الاخوان، اقتربوا المضمرين من لاك القعدان. بن زيتون يصل، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع وجود سلهود وكذلك مخزون، مخزون على المركز الثالث. حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي ياتي باحد الاسماء القويه مع بن ضعيف. هذا مخزون يتواجد ايضا في المركز
المركز الرابع، المركز الخامس يتحرك شاهين. راشد بن حمد بالاصلي الشامسي خذ المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس مريع 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 قادم، محمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري يتقدم راعي العاضدية لياتي بوجود مريع متواجدا في المركز السادس. خلال هذا الانطلاق، خلال هذا الابداع، ياهو شوط 1500 متر كيلو نص على نهاية هذا الشوط. لمن من بين هذه الاسماء ناموس هذا الشوط؟ يعود بالعود من جديد، يعود بالعود من جديد، يتحرك من زيتون وبضعيف وبالاصلي، يتواجدون في قمة المراكز الخمس الاولى في هذا الانطلاق. ياهو شوط حماسي، ياهو شوط مثير، ربدان يقود القعدان، مبارك بن حمد بالعود العامري، ولكن شوف القادم سلهود لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تحرك شاهين، تحركت السلالة الشاهينية. راشد بن حمد بن سيف بالاصلي الشامسي بضعيف مع مخزون خذ المركز الرابع في هذه اللحظات. حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي ومن الجانب الايمن الموج يتواجد خامسا الصغير بن محمد بن سيف المنصوري. والقادم يا سلام وهاج وهاج حميد بن محمد بن سالم الزرعي ياتي في هذه الانطلاقة. راعي العاضية يتقدم بمريع، محمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري والاسم الجديد المتدخل في الامتار الاخيرة. اشتدت المعركة ما بين القعدان، اسراب نصيب بخليفة بن سعيد الخيالي يصل في هذه اللحظات. المعركة القوية، الانطلاق الاخير، بانت المنصة، بانت المنصة. الله يا سلام، منطقة الأوامر، منطقة الأوامر. مخزون، مخزون غير إلى المقدمة، والقادم أيضا بحر طامي، بحر طامي، بحر طامي، بحر طامي. حمد أيضا بن راشد بن سيف الشاوي القبلي يصل في هذه اللحظات، ولكن مخزون لديه المخزون في الأمتار الأخيرة، لديه المخزون. حمد بن راشد بن ضعيف أيضا الاكتبياتي بوجود مخزون. حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي يتقدم بمخزون. بحر طامي على المركز الثاني، الموج من الجانب الاخر. المعركة الثلاثية، المعركة الثلاثية بن ضعيف هنا مع مخزون. مرغم مرغم ابناء مرغم يتقدم بوجود مخزون على مقدمة هذا الشوط. حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي ينتزع ناموس هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق. المركز الثاني الموج الصغير بن محمد بن سيف المنصوري، ثالثا بحر طامي لحمد بن راشد بن سيف الشاوي القبلي. المركز الرابع وصل ايضا مشاهدينا الاعزاء في هذه الانطلاقة مخلاب محمد بن حزمي بن قناص العامري بدخوله السريع. خامسا شاهين، راشد بن حمد بن سيف بالاصلي الشامسي. هذا الشوط ومساره وابداعه في اللحظات الاخيره، ولكن مخزون حقق ناموس هذا الشوط مهديا ابناء مرقم هذا الفوز والانتصار بانجازاته وتاريخه المميز باحد الاسماء القويه التي يمتلكها بضعيف لياتي بناموس هذا الشوط. لحظات الاعاده بالتوقيت الزمنيه للمراكز المتقدمه خلال هذا الانطلاق، حيث ياتي مخزون بتوقيت زمني مقدار مشاهدينا الاعزاء 9 دقائق 13 ثانية وفاء وتماما وكمالا. المركز الثاني كان ايضا الموج صغير بن محمد بن سيف المنصوري، حيث سجل توقيت زمني مقداره 9 دقائق 13 ثانية 6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث بحر طامي حمد بن راشد بن سيف الشاوي القبلي سجل توقيت زمني 9 دقائق مشاهدينا الاعزاء 13 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للجميع. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام وصلنا بكم